اسبوع قبل الماضي، انا بتكلم مثلا احد عميد كليه الطب مثلا تم اقالته بقوام مجلس الجامعه وخدوا اجراء لانه مارس عملا يؤدي الى كذا، يعني يشكل مخالفه تاديبيه ومخالفه قانونيه، فاتخذ القرار. لكن اللي كان وكامن وشايف شغله ماشي لحد ما مدته تنتهي يفعل الله ما يشاء، يعني وفق القانون. فدي النقطه. لكن انا عايز اطمنك كمان من ناحيه ثانيه حضرتك، ان شاء الله بكره في مجموعه كبيره من القرارات، يمكن انا جيت للمكتب بس انا كنت مستعجل عشان اجي لكم، يعني بكره يعني بكره في العديد من الساده العمداء سيعلن عنهم باذن الله تعالى، يعني فدول بكره. طب ما تدينا السبق معالي الوزير. والله ما انا كان نفسي اجيب الاوراق معايا. يعني كنا يتم الاعلان من خلال نبض القاهره. لا في اعلان بكره، انا يمكن ما شفتش غير كده كليه الطب جامعه القاهره وانا جاي. طب لكن قالوا لي لانه الاستوديو عندكم بعيد عن مدينه الانتاج الاعلامي شويه، فحرصا منا على اللقاء فسيبت كل حاجه وجيت جري. طب لكن في تعيين عميد في عمداء بكره في عديد من عدد العمداء. العدد قد ايه؟ انا اعتقد عدد كبير، يعني ممكن اكثر عدد يطلع دفعه واحده يعني. طيب هايل. نبقى نديك تليفون يعني نديك. لا ما احنا هنتابع واكيد هنتكلم على الخبر يعني طبعا. انا باخد بال حضرتك، انا عايز بس اطمن الناس ايه؟ انه الحمد لله قانون التعليم قانون الجامعات الان الحالي يعني في اليات، الناس اللي وضعوا القانون ده ناس فقهاء بحق في القانون ازازتنا، انه وضعوا فيه الاليات التي تكفل استمرار سير المرفق العام بكفاءه وفعاليه. بتتمثل في ايه؟ في حاجه اسمها الحلول القانوني، يعني لو رئيس جامعه مش موجود بقوه القانون يحل محله اقدم النواب، الا اذا كان اقدم النواب في مشكله هنا يبقى النائب اللي بعده او الوزير يكلف احد يقوم بعمل رئيس جامعه، ما فيش مشكله لو انه مثلا تاخر تعيين رئيس جامعه شويه. كذلك الحال تماما بالنسبه للعميد، لو ان العميد مش موجود حكيتوا لي اتاخر او كذا، ده برضه بيحل محله اقدم الوكلاء، وان كان في مشكله فده رئيس الجامعه ان يكلف شخص اخر وهذا حقه. بس ليه معالي الوزير بيبقى فيه التاخير؟ يعني النهارده حضرتك عارف اي حد بيكون موجود، ودي ثقافه المصريين، يعني انا جاي بشكل مؤقت، فيعني اللي هو ايه تسير بقى، يعني تسير الامور لكن مش هعمل ده حاجه. ده ده, ده, ده العكس ممكن بيحصل، لانه عايز بقى يثبت وجوده، وانه وخاصة إذا كان أحد المرشحين يبقى أنا عملته في الفترة دي، لأن في ناس سقطوا في الفترة البينية دي، في ناس بالفعل أوكلت إليهم الأعمال في خلال الفترة البينية ولم يثبتوا وجودهم وبالتالي ما جوش، فهي بالعكس هذه